أشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي ومؤسسي الجمعية الليبية لدعم الجامعة، أشاد بمبادرة جمع المال لدعمها. وأثنى سلامة في تغريدة له للبعثة الأممية على تويتر، أثنى على صمود أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومواصلتهم العملية التعليمية رغم الدمار الذي حل بالجامعة، مضيفا أن مبادرة جمع المال تعتبر من أجمل المبادرات التي رآها، مؤكدا استعداده للترويج لها محليا ودوليا.